بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب بحث الحجه عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه ، في بيان أوجه شبه سلاح رسول الله صلى الله عليه واله مع تابوت بني إسرائيل. عنوان الباب هكذا: باب أن مثل سلاح رسول الله صلى الله عليه واله مثل التابوت في بني إسرائيل. اولا نذكر قليلا حول الممثل به يعني تابوت بني اسرائيل هذا التابوت ورد ذكره في القران في قضيه موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام حينما وضعته امه فخافت عليه قال سبحانه وتعالى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين هذا التابوت حسب ما يستفاد من الروايات كان قد جاء به الملائكة إلى أم موسى فوضعت موسى فيه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهذا التابوت حفظه الله سبحانه وتعالى. بحيث أن موسى بعد نبوته جعل الألواح فيه، الألواح التي نزلت من السماء وفيها التوراة وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة الى اخر الاية الشريفة. وكان يجعل فيه عصاه، العصا التي كان يضربها على الارض فتتحول إلى ثعبان أو إلى حية تسعى وأيضا ضربها على البحر فانفلق، وأيضا ضربها على الصخرة فانفجر منها انفجرت منها العيون. فهذا التابوت كان مقدسا في بني إسرائيل، وبعد موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان بنو اسرائيل يقدسون هذا التابوت ويعظمونه الى ان طال عليهم العمر فاستخفوا به، النعمه عندما تطول اجيال قد الناس يصابون بالبطر فيستخفون بالمقدسات فاستخف بنو اسرائيل به فرفعه الله سبحانه وتعالى الى السماء وبعد ذلك انزل الذل على بني اسرائيل فسيطر عليهم اعداؤهم وكانوا يذلونهم الى ان جاءوا الى نبيهم اسماعيل او اشموئيل و طلبوا منه أن يعين الله سبحانه أن يعين الله سبحانه وتعالى ملكاً ليقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وينقذوا أموالهم وأبنائهم من ظلم الظلمة. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى بين تفصيل قضية طالوت، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعله ملكاً عليهم. وفي الآية 248 من سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ما هي آية ملك طالوت؟ لأنه كان صعبًا عليهم قبول ذلك، لأنه لم يكن من سبط النبوة ولا من سبط الملك، وإنما كان من ذرية بنيامين أخي يوسف، فصعب عليهم القبول بكونه ملكًا عليهم، النبي إشموئيل قال لهم إن الله سبحانه وتعالى جعل له آية لملكه وهو أن التابوت الذي فيه عزكم يرجع إليكم حال كون الملائكة تحمله فيه سكينة من ربكم اطمئنان للنفوس وبقية من ما ترك آل موسى وآل هارون لأنه إشمائيل ما كان مثل هؤلاء المتطرفين يعتقد آثار الأنبياء شرك فيجب إزالتها الله سبحانه وتعالى بيّن بقية مما ترك آل موسى يعني موسى وآله وآل هارون يعني هارون وآله هؤلاء تركوا آثارا آثار النبوة في هذا التابوت موجود فرجوع هذا التابوت كان علامة لعزهم ثم بعد ذلك طالوت تحرك وقاتل جالوت وداود عليه السلام قتل جالوت وتغلبوا على عساكر الكفار والله سبحانه وتعالى آتى الملك داود ومن بعد داود سليمان فرجع عز بني إسرائيل زين بالنسبة إلى التابوت، الروايات في هذا الباب، وروايات أخرى، تدل على أن التابوت كان علامة لأمرين، الأمر الأول النبوة، الأمر الثاني الملك، يعني إذا التابوت كان يستقر عند باب بيت من بني إسرائيل. كانوا يعلمون أن أهل ذلك البيت سيكون فيهم النبوة والملك لذا التابوت استقر على باب بيت داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لذا داود كان نبيا ملكا واستقر على باب بيت سليمان فكان نبيا ملكا اما بالنسبة إلى طالوت كان ملكا ولم يكن نبيا. إشموئيل كان نبيا ولم يكن ملكا، لذا الآية لم تقل أن التابوت نزل على باب بيت طالوت أو على باب بيت إشموئيل، وإنما قال: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الملائكة كانوا يحملونه لكن لم يكن مستقراً عند باب بيت طالوت أو عند باب بيت اشموئيل، لذا افترق الملك والنبوة ها هنا. لكن هذا التابوت كان علامة على أنه في بني إسرائيل يكون الملك والنبوة. زين، هذا بالنسبة إلى التابوت. زين شنو فائدة هذا الشيء؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الأمور علائم رحمة بالناس، لذا يقول: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه حتى يميزون الصادق من غير الصادق هذا أولا، وثانيا لكي يكون امتحان للناس من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فهو علامه لتمييز الانبياء والملوك العدول او الانبياء الملوك عن غيرهم وايضا امتحان للناس وهذه فائده عظيمه هذا بالنسبه الى التابوت في بني اسرائيل زين بالنسبه الى امه محمد صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى ايضا جعل شيئا كالتابوت وهو السلاح رسول الله صلى الله عليه واله هذا السلاح عند اي شخص يكون ذلك الشخص يكون هو الإمام هذا أولاً ثانياً الله سبحانه وتعالى جعل السلاح علامة على علم هذا الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى علم رسوله والرسول علم أمير المؤمنين علياً عليه الصلاة والسلام ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب سلاح رسول الله كان عند امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. فهذا علامه على انه خليفه لرسول الله صلى الله عليه واله، هذا اولا، وثانيا وارث علم الرسول صلى الله عليه واله، هذا رحمه لهذه الامه. عن طريق ذلك كانوا يعلمون الامام العالم علامه من العلائم. طبعا حكام الجور حاولوا يغطون على هذه العلامة كدأبهم في التغطية على كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل علائم متعددة حتى إذا غطوا على علامة علامة أخرى تصل للأجيال اللاحقة للجيل اللي كان موجود حين وجود العلامة زين نفس العلامة تكون حجة. اما للاجيال القادمة ايضا يجب ان تكون حجة. فلذا اهم شيء في مسألة الامامة النص من رسول الله صلى الله عليه واله والرسول في مواقف كثيرة نص على امامة وخلافة علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن السلطات حاولوا التغطية على هذه النصوص تحريف هذه النصوص وضع نصوص مختلقه شبيهه لتلك النصوص في مناوئ امير المؤمنين علي بن ابي طالب حتى يصير نوع من الضبابيه والحيره لدى الناس حاولوا تفريغ هذه النصوص من محتواها بالتاويلات الباطلة لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تصل حجته إلى الجميع في جميع الأعصار ووصلت يعني كثير من النصوص الدالة على إمامة وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه وصلتنا من مختلف الطرق وأيضا في كتب فرق المسلمين فتمت الحجة على الجميع زيون. السلاح غطوا عليه الأئمة عليهم الصلاة والسلام أخفوا السلاح لكن كانوا يذكرون مثلا هناك بعض الأشخاص جاءوا واحتجوا على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في إمامة محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب احتجوا لإمامته أمور الإمام يذكر لهم هل رأى سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله لم يره هل يتمكن من وصف سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله هل لا يتمكن هذه العلامة كانت معروفة لدى بعض الأوساط أحاديث هذا الباب نقرأها نقرأ بعضها بس بشكل سريع سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول انما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني اسرائيل. زين. ماذا كان دور التابوت في بني اسرائيل؟ كانت بنو اسرائيل اي اهل بيت وجد التابوت على بابهم اوتوا النبوه. هذا احد الامرين المتعلقين بالتابوت. اي اهل بيت التابوت كان ياتي عند بيتهم هذه علامه على ان النبي من هؤلاء السلاح كيف؟ فمن صار اليه السلاح منا اوتي الامامه. زين ما خصوصيه السلاح؟ هسه التابوت فيه ذكريات من يوم انقاذ موسى وكان موقعا مفصليا وحدثا مفصليا في تاريخ بني اسرائيل. فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، وبعد ذلك فيه التوراه فيه ادوات معاجز مع موسى عليه الصلاه والسلام، زين شنو دور السلاح؟ سلاح رسول الله صلى الله عليه واله. اولا سلاح رسول الله يرمز الى قوه الاسلام والى قوه المسلمين. لأن الرسول صلى الله عليه واله انتصر على أعدائه بسلاحه في حروب متعددة، هاجموا الكفار، هاجم الكفار المسلمين، فالرسول دافع، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أكثر من ثمانين غزوة وسرية بين معارك صغيرة ومعارك كبيرة. يعني معدل في عشر سنوات في المدينة كل سنة ثمانية غزوات وسرايا تقريبا لأن الكفار حسب تعبيرنا ما كانوا يقعدون راحة كانوا يحيكون المؤامرات ويهاجمون المسلمين يضطر الرسول صلى الله عليه وآله أن يدافع زين بهذا الدفاع وبهجوم أولئك وانهزامهم ظهرت قوه المسلمين. صحيح الرسول صلى الله عليه واله لم يكن يجبر احدا على الاسلام. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله سبحانه وتعالى يقول لا اكراه في الدين ولا يوجد في تاريخ رسول الله صلى الله عليه واله ان اكره احدا على الاسلام. وكذلك بعد الرسول صلى الله عليه واله حكام المسلمين حتى المنحرفين منهم ما كانوا يجبرون أحدا على الإسلام لذا الأقليات الدينية كانت موجودة في بلاد المسلمين من يوم فتحها إلى يومنا هذا ولكن الدفاع الحروب الدفاعية اثبتت قوة المسلمين وطبعا القوي كلمته أيضا تؤثر في الناس لذا الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زين الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة يعني أكثر من عشرين سنة مضت من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله لماذا الناس أسلموا بعد فتح مكة أما قبل فتح مكة قليل من المهاجرين حسب بعض إحصائيات المؤرخين تقريبا مائتي شخص شخص أسلموا من المهاجرين كانوا وأما الأنصار فكانوا عشرة آلاف تقريبا في المدينة لكن بعد فتح مكة أسلم العرب لماذا؟ لجهتين، أولاً القوي كلمته نافذة أيضاً حتى إذا لم يجبر أحداً. الشيء الثاني تبين الصدق العملي لرسول الله صلى الله عليه واله كانت هناك شعارات زين هل هذه الشعارات شعارات واقعية؟ أو مثل كثير من المعارضة يطلقون شعارات فلما يصلون إلى الحكم لا يغيرون من الواقع شيئا إذا لم يؤخروا الأمة إلى الأسوأ فالمفصل والامتحان متى يكون حين الوصول إلى السلطة رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة كيف تعامل إذ ثبت أن الشعارات التي أطلقها كانت شعارات واقعية وقد طبقها عملاً لذلك حسن الاسلام تبين لهم بكسر الاصنام فطرتهم تحركت ان هؤلاء اذا كانوا الهه ما كانت ما كان احد يتمكن من ان يكسرهم كيف اله يكسر هذا بالنسبه للحديث الاول ذكر احد الامرين وهو النبوه في التابوت و الإمامة في سلاح رسول الله صلى الله عليه واله. فعلامة القوة، وأيضا هذا السلاح متبرك برسول الله صلى الله عليه واله. سلاح الرسول ليس أقل من قميص يوسف. سلاح رسول الله صلى الله عليه واله ليس أقل من عصا موسى تلقف ما يأفكون. هذا بالنسبة إلى أحد الأمرين في الحديث الأول. اما الحديث الثاني فيبين الامر الثاني. عن ابن ابي يعفور قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: انما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني اسرائيل، حيثما دار التابوت دار الملك فاينما دار السلاح فينا دار العلم. التابوت العلامه الثانيه فيه الملك العلامه الاولى النبوه العلامه الثانيه الملك السلاح العلامه الثانيه فيه العلم العلامه الاولى الامامه وهذا اشرف مما كان في بني اسرائيل لان العلم اشرف من الملك الملك سلطه ظاهريه هذه السلطة لا قيمة لها في نفسها إلا أن يقيم الحاكم عدلاً أو يدحض باطلاً كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يرقع نعله فجاءه ابن عباس فالإمام على شاف الإمام دا يرقع نعله فالإمام سأله كم قيمة هذه النعل؟ ابن عباس قال لا قيمة لها الامام قال ان امرتكم يعني السلطه ان امرتكم اهون عندي من هذا في حديث اخر قال من اهون من عراق خنزير في يد مجذوم يعني العظم الذي قد اكل لحمه وبقي عليه شيء قليل هذا يسمى عراق عراق خنزير في يد مجذوم في الخطبة الشقشقية الإمام يقول وإن دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز فالسلطة بما هي سلطة لا قيمة لها لكن يقول إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا يعني إلها نوع من الطريقية طريق لإقامة الحق أبناء الدنيا يتكالبون على الملك لماذا؟ لأنه السلطة أهم شهوة في الإنسان أقوى من الشهوات الأخرى قال هارون لابنه المأموم لابنه المأمون لو نازعتني في الملك لأخذت الذي فيه عيناك الملك أهم عند من ابنه إذا ابنه نازع في الملك يقطع عنقه لكن بالنسبة إلى أولياء الله سبحانه وتعالى الملك ما له قيمة إلا أن يقيموا حقا أو يدحضوا باطلا. لذا السلاح أشرف من التابوت، سلاح رسول الله. لماذا؟ لأنه علامة العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويون. لا يستويان. الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يبين للملائكه فضل ادم عليهم بماذا فضل ادم على الملائكه بالعلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إلى آخر الآية الشريفة. فضل آدم عليهم بالعلم ثم بين لهم أفضليته بالعلم ثم أمرهم بأن يسجدوا له. لذلك العلم أشرف من الملك. الله سبحانه وتعالى جعل السلاح علامة سلاح رسول الله علامه للملك. زين. في الحديث الثالث صفوان بن يحيى يسال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام: قلت: فيكون السلاح مزايلا للعلم؟ يعني يمكن ان يكون بيد احد منكم السلاح، سلاح رسول الله صلى الله عليه واله، لكن لا يكون عالما، يمكن. الإمام ماذا جاوب؟ قال لا، السلاح لا يكون مزايلاً للعلم، السلاح بيد أي واحد يكون هو العالم، وفي أحاديث أخرى في غير هذا الباب، الإمام الباقر، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام يبينان أن السلاح محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ولذلك على رغم المصائب التي مرت على اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الاعداء لم يتمكنوا من الوصول الى سلاح رسول الله والى مواريث الانبياء لان الله سبحانه وتعالى حفظها بحفظه يعني قضايا كثيره مر بها اهل البيت مثلا هارون الرشيد بعد استشهاد الامام موسى بن جعفر ارسل احد جلاوزته وأمر بنهب بيت الإمام. فنهب بيت الإمام. حتى أن الذين كانوا في الدار نهبوا ثيابهم. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أدخل أخواته في غرفة ووقف أمام هذه الغرفة وقال للجلاوزة: أنا أسلبهن لكم. أمرهم كل ما كان عليهن من حلي وثياب زائدة غير ثوب واحد هذه أخرجوها وسلمها للجلاوزة بحيث أنه حينما كنا يردن الصلاة كانت لهن عباءة واحدة يتناوبن عليها يعني واحدة تصلي ثم تعطي العباءة للثانية تصلي والثانية للثالثة وهكذا زين السلاح كان محفوظ في يوم عاشوراء نهبوا كل ما في رحل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، لكن لم يصلوا الى سلاح رسول الله صلى الله عليه واله، حتى نهبوا ثياب الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، نهبوا لامه حربه، لكن سلاح الرسول صلى الله عليه واله واثار النبوه الامام الحسين استودعها عند ام سلمه فلما رجع الامام علي بن الحسين عليه الصلاه والسلام الى المدينه استرجع تلك المواريث منها. هذا خلاصه احاديث هذا الباب فيه بيان لعلامه من علائم الامامه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين